حياكم الله متابعينا الاعزاء. انا تكلمت وايد عن فوائد شجره السدر اللي هي زيزيفس، وهذه شجره السدر وراقها وراي. واحد من فوائدها هي الحكه الجلديه، سواء باليد بالرجل في كل الجسم، اللي عنده حكه ويقطع بجسمه احسن شيء. 7 ورقات من هذا يغلونها في 200 ملي ماي لمده 2 دقيقة، يصفون الماء يشربونه مره واحده باليوم قبل النوم. عندنا حاله ابو بكر كان يشتكي من حكه، اعطيناه الطريقه والحمد لله. ابو بكر شنو المشكله انت اول عندك؟ لا لا لا، قبل اسبوع انا بكل جسم كله حساسيه، شفت الدكتور هذا عشان انا كلمته، قال الرجال هذا يقول لك اجيب لك السجره ديك 7 ورقه، حط الماي، حط سوى دبخ وسوي خلي ابروده، خلي شربنا ما شاء الله تبارك الله. انا شربته والله العظيم، والله جسم طيب، والله طيب وطيب، الله يديك العافيه والدكتور ان شاء الله. فالحمد لله الحساسيه اختفت تماما والحكه راحت منه من اول شربه بالليل، ثاني يوم الصبح الحمد لله تعالى راحت منه الحكه. بس انا قلت له خليك على هذه الطريقه لمده اسبوع ان شاء الله عشان يبدا يشرب مره واحده. جزاكم الله خير على حسن المتابعه، محبكم الدكتور خالد الطيب.